مرة وجبت التلفزيون بعد شتري دين. شغال فقط غالي يضرب يده بس هاي شغله بسيطه الحمد لله ده حق اذا رجعت. لا والعمليه مستمره بتفتيش ودهم المنازل ورفع العبوات وتنظيف المنطقه من العجلات المفخخه والاشخاص المتسللين داخل المنازل. تقريبا صار لنا 10 ايام محصورين العادة. اليوم جو الجماعة استنجدنا بيهم، رفعنا الراية البيضاء وطلعونا. هاي الطلقات تحية لكم، حيوكم.